يا زبايا حتى لي من الدنيا خبت ناي حوادث انا من يسليني اسلي الناس وانا من يسليني سلي الناس مهنة القهوة. أنا جيت من اليمن ما كنت عارف أيش بشتغل ولا أيش الشغل اللي بشتغله، بس الله يسر واشتغلنا في القهوة. حبيت المهنة من حيث أنها مهنة مرحة وتضحك مع الزبائن، أكثر استقبال للزبائن ومعرفة في الناس، تعرفنا على ناس كثير من خلال القهوة، والحمد لله مهنة بحبها جدا جدا. الله حيهم. تحية 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 سيدي. تحية الجمهور. أهلا يا غالي. صحة وألف عام. الله يسلمك. عندك شيء يا غالي؟ لا تهون يا ولد، لا تلف ولا تدور. الله حي يا غالي. الرقصات بتذكرني بأهلي بأصحابي، المناسبات والحفلات اللي حضرتها، وبكون مرتاح ومبسوط جدا جدا وأنا بأديها. بنفس الوقت جذبنا زباين والزباين مرتاحة لهذا الشيء. يلا بوصل فيها قهوة اليوم. يلا السلام عليكم. لا بكرة اليوم فش بكرة. هذا غالي وفوق صعب وقهوة أبو المال. راسي يا الليلة. تفضل يا الغالي. صحة وألف عافية يا غالي. يسلموا ايديك يا خالو. هاي بصراحة حركاته وجو هيك على الشارع بيعمل جو، بجذب الناس وبجيب انتباه الزبون. يعني بصراحة أنا باجي هون عشانه. سلي الروح. الله ابو اليمن يا غالي العزيز ابو اليمن.